Karte queer. نبلش؟ بس على ليبر بين
او ابروش بس. خلينا نكمل بالهستري عشان نعرف ايش. The abdominal pain started 2 hours earlier. She describes constant pain all over the abdomen, as if all over the abdomen with no relieving factors. Okay? بمعنى لاحظوا بحكي لك constant pain all over the abdomen. طيب الليبر بين كيف يجي؟ شو تعريف الليبر؟ الليبر هو عبارة عن onset of regular efficient uterine contractions that will lead to cervical and cervical effacement and dilatation. بالتالي لما تحكي لي regular uterine contractions شو يعني؟ معنى on and off the pain. لما يحكي لي constant pain هذا مش ماشي من الليبر. هذا أول إشي بخليني أمشي احتمال يكون أبرشن. بس خلينا نكمل بالهستري. The vaginal bleeding is brighter in color and was initially noticed in the toilet paper and now has been her underclothes and trouser. There are no urinary or bowel centers. ليش حكونا no urinary or bowel centers؟ حتى نستثني يكون البليدين جاي من اليورين من اليورثرا أو يكون جاي من عنها شيئين مثلا هيموريد او حينه الفشل. فحتى نستثني انه جاي من اذر سورسز اللي هم اليوريثرا والفينس، وهذا البليدنج معناته راح يكون جاي من وين؟ ثرو ذا فجاينا. بس ايش كانت بحكي لنا؟ بحكي لنا انه الاماونت اوف بلاد ايش معناه؟ مينيمال يعني نوت ذات سيفير بالاول بلش، بعدين شو صار؟ سوفت كل الاذر كلوز ستاتس. اوكي؟ بالأول بلش مينيمال بعدين صار أكثر مينيمال. بس مش ماسك، لو ماسك مثلا بحكي لك إنه ريتشينج ذا جراوند، لا لو كانت إنه بلش مينيمال بعدين صار أكثر الأمور. بهذه الحالات دائما لما تجينا أي مريضة على غرفة الولادة تشكي من ليبر بين فجانال بليدنج، غير إنك تسأل على الكاركترستيك أوف ذا بين هو صار لنا إياها، وغير تسأل على الأماونت أوف بليدنج اللي هو حكى عنها، لازم يسأل على في تيرمينت. إيش حكى؟ The baby has been moving normally until today, but the woman has not paid any attention to the movement since the pain started. مش كتير انتبه ان البيبي تحرك او لا. بعدين حتى انه both the 11 and 14 weeks والانامنس كان على 22 اسبوع gestation were assured. طب ليش هذا الحكي؟ شو بده يستفيد؟
could be Now the surface is from the height is 38 centimeter. Yani after men gestational age. In the surface from the height, bad unblock, bad my muscle a little bit unblockus, the same age, cool spore, can we shake? Shortening of the
عندها تصير جزء من اللور يترال سيرفنس مظبوط. فلما يكون السيرفيس فيس بتاعه ما بين 0 إلى 30% هذا بياخذ 0 على الفيش سكور. لما يكون اكثر من 30 إلى 50 بياخذ 1، اكثر من 50 إلى 80 بياخذ 2، اكثر من 80 بياخذ 3. فلما احكي لك انه فولي افيس شو معناه؟ يعني اكثر من 80 كم بياخذ؟ 3. معناته كم صار عند الفيش سكور؟ 2 3 5. طيب بس كلوز هو دايتيشن، فالدايتيشن برضه بياخذ ماكسيموم 3 بوينتس. اذا كان السيرفيس كلوز بياخذ 0. من 1 إلى 2 سنتيمتر هذا بياخذ 1، من 3 إلى 4 بياخذ 2، أكثر من 4 بياخذ 3. هذا كيف بياخذ؟ 0. ما أعطيتكم بقية المعطيات اللي هي شو؟ والبوزيشن. شو تتوقع الستيشن في مريض البرايم؟ 36 سويتس. متى ببلش الانجيجمنت في البرايم؟ لا مش البوزيشن، الستيشن. الستيشن معناته انه كم اذا وصل الاسكن سباين او لا. صار عندك الانجيجمنت في البرايم ببلش ممكن الانجيجمنت في البرايم ببلش ممكن 36 سويتس، مش زي المالتي. المالتي ممكن انجيجمنت خلال ايش؟ خلال الليل. شو معنى انجيجمنت؟ لا بس انا ناخذ الفينش عشان اجيب سؤال راسي تتركي لكراس جديد زفلان. بيكون هو عبارة عن passage of the largest diameter of the presenting part through the pelvic inlet. ففي الهد ايش largest diameter؟ 5 اللي هو كم؟ 9.5 سنتيمتر. هون اذا نزل هذا الفايبرايتر بلو نصير نحكي انه ايش؟ بلاش بس ما بتحكي انجيج لما يكون وصل وين؟ على السكن سباين. لما يكون وصل على السكن سباين في البرايمي. يعني هاي المريضة لأنها لو جبت لك اياها 37 أو 38 ويكس لازم يكون انجيج، بس 36 could be not engaged. اوكي، فبالتالي خلينا نعتبر هاي لا تدخل position of the cervix ولا تدخل station، بس رح ناخذ انه الستيشن ماينس 2. فكم ياخذ على البيش سكور؟ لا ماينس 3، ماينس 3 بياخذ 0، ماينس 2 بياخذ 1، ماينس 1 0 بياخذ 2، اكثر من بلس 1 اكثر بياخذ 3. كيف ممكن يعمل بس بالليفر وهو لسه مش طالع من الفيرست ستيج بتاعه؟ ايش هو؟ ستيج الليفر. فيرست ستيج يجمع لنا الاوبريشن اوف ذا سيرفكس الدانيش. لما تسمع فيتال هارت الدكتور شو بتعمل؟ مباشرة بنروح على الساوند
to confirm انه ايش من بيبي من فعلا ما في تبعات. يعني حتى لو ما سمعتوا احيانا ممكن ما تميز وين موجود في تبعات. فبالتالي شو نعمل؟ You have to confirm by ultrasound. خاصة انه هو حكى بالاول انه في presentation it is not possible to feel the fetal presentation. لما اعرف انه البيبي كيفك what do you think you can hear the heartbeat? If this one is back on you, if the back on you is left with very little, you will hear the beyond and the last to the left side. But if the back on the right with very little, you will hear the beyond and the last on the right side. عشان هيك دكتور في هذه الحالة ما بتحكي إنك إذا ما كنت تسمع ولا ما يزت وين تشوف presentation. But you have to confirm by ultrasound. لأنه بعد 34 أسبوع ببلش يرجع للبلازما فوليوم يقل، أوكي؟
أو الإنكليسي بالضبط. فهي المريضة تعطي أمل. هل الأناط الجديدة اللي وصفناها بالحالة بخلي المريضة تضرب بوصف الثمانينات؟ طبعاً إلا إذا كانت كرونيك. إلا إذا كانت كرونيك. طيب البليتلتس 93 كم نوع من البليتلتس الحالة؟ 150-400 أقل من 150-1600 ترمبو سايتوكين. فهذا معناته شو ترمبو سايتوكين؟ طيب معناته شو نبلش من هاي المرضى؟ ترمبو سايتوكين أنيميا DIC Disseminated Intravascular Coagulation. خلينا نشوف الـIR 2.2. لاحظوا شو معنى الـIR؟ برولونج. BTT تقريبا من النورمال بس الـIR برولونج. فهذا معناه تبلش المريضة شو بتصير في عندها؟ DIC. كيف عرفت الدي دايما؟ شو الدي دايما؟ It is fibrin degradation products. شو معنى fibrin degradation products؟ معناه في عندك بس. فهذا لما يزيد شو معناه تزيد الحمل؟ بس لما يكون كمان عالي أو أعلى شو معناه المريضة كمان داخل في الدرس؟ إذن واليوري راح يكون 6.5. معناه شو معنى كيدي فانكشن كرياتين 82 بلش يصير في impair renal function. وهي من الكومبليكيشن تاع الأبراكشن كاسيت. الأبراكشن كاسيت المريضة ممكن تدخل في DRC، ممكن تدخل يعني any organ failure، impair renal function، الليفر يصير الليفر damage ويدخلوا في any organ failure، مرضى الأبراكشن كاسيت. بفرز عندنا ثرومبوكسان
الباسورد تليفون فاحل. هذا من الأشياء اللي تروحوا سامعتو بيزيد بيعتبر إله إلكترونيك إيجنت. فبيزيد إيش تران أبراكش. لذلك مرضى الأبراكش بيمشوا أسرع من المريض العادي في الدماغ. أوكي؟ فهذا مرض أول بوفر إندكشن. فشو نتيجة الإندكشن؟ بما إنك تسكول أنت برد الأقل من سبعة. شو تعملها؟ بروسيلان. أوكي؟ شو تعملها؟ بروسيلان. تلجأ للسيزيريان تشوف مريضة مش سيد مريضة مش سيد فشو بدنا نعمل إذا كان مريضة مش سيد حتى هاي المريضة طبعا لازم نبلش جاب الستيشن من المدر فشو بدك تعمل لها حضر لها تحط كولارفورد كاملة تحط كوليسكاتي تلتون متفاقبين أقل خاصة إذا مريضة بدأش تنتابين فانكشن بدي أحضر أشوف السي بي سي تاعها اللي شفتوها لكروس ماتش المريضة أحضر فش فروزن بليتكس لهاي مريضتي أوكي؟ بعدين بدخل سيزيريان هدول الغضة في الأبراش والبلاسينتا خاصين لأنه البلط بيتجمع وين؟ ما بين البلاسينتا وما بين الجرانبول ممكن يدخل وين؟ في الميتيريوم فبالتالي ينتج عنا واحد من الكومبليكيشن اللي ما بنشوفها غير في الأبراش والبلاسينتا هي البوبيلاريتوس وبيلاريتوس. شو معنى وبيلاريتوس؟ إنه اليوترس ده يكون زي العجينة ما بيقدر يستجيب على أي نوع من أنواع اليوترس كيجي. فبالتالي شو يعمل؟ مجرد ما أنا أول ما مريضة تصير في احتمال شو مع الكرامة اللي يصير عندها؟ بوست بارتم بوست بارتم. ولذلك لازم أحضر أوكسيتوسين، ميثرجن، أحضر سالفتك بروميزا بروستول أو بروستاجلاندين بي 1 كانت أحضر أكثر من اليوترين إيجنت في حال احتجت لهذا المرض. فبعد شو الديفرنشال الأنتي بارتم هيموريج؟ أبراكش بلاسنتا، بلاسنتا بريبيا، لوكال ليجنز، شو، فازابريبيا. لكن شوفوا في أبراكش بلاسنتا تيجي، حكيت كيف بريبيا تيجي. هلا البلاسنتا بريفيا means اللي تكون عنا implantation أو البلاسنتا اسمعوني يا جماعة إيش تقول implantation أو البلاسنتا وين low uterine signals فأحيانا بتغطي السيرفكس أو بتكون قريبة من السيرفكس هاي البلاسنتا بريفيا متى من شخص البلاسنتا بريفيا بعد ما كان يمشي أسبوع لما يصير في development اللور يوترين سيجمنتس والبريفيا بيجي بالانكلوبوك كيلس يبي بالجعنة وحيانا ممكن يجي منهم بس اكثر من يجي منهم ما في من اي صور؟ تقدر تشوفها من الايت او تيرميز دكتور سيهام دكتور سيهام هي في تلفزيون متى ممكن نشوفها على طول صح؟ إذا مريضتك حكينا نعتمد على جستيشنال إيجنت، إذا جستيشنال إيجنت المريضة في التيرم
شوف الماترنال كونديشن لما يبقى ستيبل وما في تشينجز نظره التشينجز كثير في الدي اي سي اكسبكتد ماجنز اوكي لان المذر ستيبيليتي مش بس انك تشوف في بيدك من الاشياء الكثير اللي بيكون في تشينجز في نظره التشينجز اللي هي انه في ايرمنت في الدي اي سي او لا فاذا بلش في تشينجز ماتريكال تشينجز حتى لو ما في بيدك او مينيمال هذه تعتبر مذر ستيبل فبتبلش الماجنز لكن إذا مريض يستيل من حيث البارتل سانس والأمانت في بليدين والهيماتولوجيكال تشينجز يو كان ويت بعد الإكسامتزون للبيبي ويت الحديد للترم لكن إذا المدر بريتر والبيب وكانت أنستيل بالحالة اللي ذكرتها يو هاف تو ديليفر ذا بيشنت بالطريقة الأسرع هلا إذا المريض الترم ما في داعي أستنى لا تعمل إكسبكتن ولا شيء بس بضل عندي تشالنج إنه إيش سيزيرين والمجانة بيعتمد individual فإذا مدر مثلاً كانت unstable لا بتعمل resuscitation الأشياء تعطيها blood تعطي fresh frozen تدخل سيزيرين متوردي المريضة بس إذا مدر كانت stable في مجال stable معاكي بتودي كان over induction طبعاً بشرط ما يكون في obstetric contraindication for induction يعني تكون previous 2 مثلاً أو previous 3 فهون بتورد المجانة E1 اللي هو بس الكورتيزول. لا في كتب بتحكي ممكن يبكان قبل البروستاجلاندين E1 أو البروستاجلاندين E2. بس الأكثر استخدام هو البروستاجلاندين E2. Okay, how do you pronounce it?
lambda sign. Lambda sign means إنه dipole unit dipole unit. Lambda sign شو يعني؟ dipole unit dipole unit. إذا شفنا T sign على وجه الصورة الأخرى T sign معناته شو؟ monocoil. monocoil. طبعا monocoil dipole unit. لأنه لو هون عم يصير بيكون أصلا ما فيش بيناتهم إيش نمبر. إيش نمبر؟ فهاي المريض معناته حامل بشو؟ dipole unit. Diconutic twins. هدول أحسن من المونوكوليونيك twins. ليش؟ هناك في complications في جمعها. ليش؟ ممكن يجي twin to twin transfusion syndrome. ممكن يجي مرات إيش نسموه selective IGR. مرات congenital anomalies يكون أخطر. Yes, conjoint twins ممتاز. كمان يصير زيت، وبالتالي من هون
not meet your demand. So that increase of iron requirements, you have a problem for later and after for iron. So now that is the big one. Does it have another hand B? No. The platelets, you tell me about normal? Normal. Urine analysis, negative. شو بيهمني ادور باليورين اناليسيس بهذا المريض؟ على بروتين انفكشن صح. لكن الهيموت الالكتروفوريسيس شو طلع عندها؟ وهذا شو بيفسر؟ بيفسر اللون الموتور اوكي؟ هذا وبلوت جروبها هي حكينا عن الريزلتس. What can the parents be told about the zygosity of the pregnancy? We have a lambda, لما يكون في عنا أوضة واحدة وصار فيها كيفج ما بين day one to day three اللي هي على المرضى يصير اسمه بيعطينا dichoremic dichoremic معناه نحكي على المرضى اللي يطلع من one fertilized over ما نحكي على dichoremic dichoremic بيطلع من two fertilized over كيف بيطلع من one fertilized over بيصير هذا كيفج احنا بعطينا اثنين فهون فهون إذا كان الديفجن day one to day three مرلا عطنا dichoremic dichoremic إذا كان الكليفج day four to eight اللي هي على البلاستوسيست بعطينا monochorionic dichoremic إذا البلاستوسيست صارت implanted في اليوترس واللي هي ما بين day eight ل day 13 تعطينا monochorionic monoamnetic أما إذا صار الكليفج بعد day 13 اللي هو لما يتكون عندنا الإمبريونيك ديسك بعطينا كونجوينت شفتوا هذا يتكون الكونجوينت وينز؟ الديسك هو على لما يكون في فور إمبريونيك ديسك هون بتكون مين؟ كونجوينت وينز أوكي؟ طيب فشو ممكن أحكي على الزيجوستي لهذا المهاجم؟ كده تعرف شو ده الست بتاعتهم انا مش عارفه ازاي تقول لك ده ايه والداي كورنيك ده ممكن يكون الاول مو زايد او يكون داي زايد ده بيكون داي كورنيك ده بس المون كورنيك ممكن يكون داي كورنيك ده ايه او سوري مو زايد داي كورنيك ده مون كورنيك ده ايه مون كورنيك مون ايه او كنترول طيب تقدر تعرف ال هذول أنا قلت لك بنام بس يعني داكو يوم تقدر تعرف زاكوسي لا كيف بقدر أعرف زاكوسي شو أميز شو أميز جدة عفية جدة الجدة هلا كان عندي مين وفي مين دايش داي زاكو سينا Infection. No, no. Infection. 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 Inf
دلوقتي شو كمان Thank you.
لله هلا. طيب تصرفوش. والديابيتس how to screen for diabetes, how to screen. ايوه جلوكوز تولرنس تيست GTT. نعمل GTT او اورال جلوكوز تولرنس تيست. اورال جلوكوز تولرنس تيست
Almasa. Hayda bu da. Contractions.
بس كيف بدي احسب مثلا هاي حاسبها من هون لهون هاي 10 دقائق فهاي السيجمنت هي عباره عن 10 دقائق كم كونتراكشن جت واحد ثنتين ثلاثه واحد ثنتين ثلاثه خلال 10 دقائق متى نحكي انه efficient contraction يجينا 3 to 4 contraction in 10 minutes lasting 40 seconds هاي هي efficient contraction فهاي المريضة عندها ايش بالعشر دقائق هذول عندها 3 contractions 3 contractions طيب بس شو في عندها كمان بدي اشوف البيز لاين لاحظوا البيز لاين بطلع بدي اشوف البيز لاين يعني الخط اللي حوالي يلتقي كل هاي الأرقام أو كل هاي الرسمة وهو تقريباً حوالين 125 بس شو في بنزل قاعد هون بنزل هاي نسميها ديسلريشن شو تعريف الديسلريشن؟ تعريف الديسلريشن لما نسيب الكريز بالفيتال هارت أكثر من 15 فيت بير منت عن البيز لاين وتضلها أكثر من 15 سكند فلاحظوا المريضة عندها هون ديسلريشن هون ديسلريشن هون ديسلريشن هون ديسلريشن هاي واحدة بس لاحظ مثلا هاي الدف تاعتها مش زي هاي الديسلريشن مش زي هاي مش زي هاي فهذا شو نسمي نوع الديسلريشن فالفاريبل الديسلريشن بتكون فاريبل بال انتنسيتي تاعتها للكونتراكشن وفاريبل مع علاقتها مع اليوترين كونتراكشن فلاحظ مثلا هاي الديسلريشن اجت بعد اليوترين كونتراكشن هاي تقريبا بلشت مع هاي مثلا بعدها هاي تقريبا قبلها فبالتالي هذا فاريبل variable deceleration so شو عنا هون variable deceleration شو ليش بصير عنا variable deceleration شو هو core function طيب شو اللي ممكن يخلي CTG مريضة كان كويس اللي هو عطت فيها بالأول اثنان CTG normal شو اللي خلاها normal بعدين صار في deceleration بعد الرابطة شو كل cause core prolapse. كيف أتأكد إنه فعلًا في عندي core prolapse؟ كيف تعرف؟ لا بفحصها. لما ما نعمل CTG بفحصها المريضة. لا تشوش عليهم تعطيهم أفضل خاطر. بفحص المريضة بجانب. لما أفحص المريضة بجانب شو بحس؟ بحس core. بيكون في عندي إيش؟ loop من core بتكون. Pulsating. Comes out through the vagina. مرات بتكون outside the introitus. فهذا core the prolapse. شو نعمل لما يصير عندنا core the prolapse؟ ما احتاجش احنا تستاذ بس عشان نمرن ما نحكي الحديث. فشو نعمل احنا بهاي الحالات؟ أول شيء بنتزامن the patient vaginally. بما انه في كورد كومبريشن شو بدك تعمل؟ اليفيت البريزنتنج بارت اي شيء ضاغط على الكورد شو بتعمل له؟ ترفع حتى تقلل الكومبريشن على الكورد هاي واحد كيف ممكن امنع ارفع الهيد كمان غير بايدي؟ اعبي البلدر هاي اثنين ثلاثه بخلي المريضه نيتشس بوزيشن زي اللي بدها تسجد على اربع نيتشس بوزيشن مين بيصير فوق الثاني؟ الهيد تحت الكورد فوق اوكي؟ فهاي هي ثلاث أشياء اللي ممكن تقلل الكور كومبريشن أو تقلل الكور كومبريشن في حالات الكورس. طيب بعد ما أعمل هاي المانوفرز أولد فاجينا ولا أولد سيزيريان؟ سيزيريان. الديفينس. هلا إذا مريضتي فحصتها وكانت فولي دايليتد والهيد مثلاً بلس 1 يعني تحت الاسكالس 5 ديليفري فاجينا يا بحط فورسبس أو باكيوم يا شو بخليها مرات هاي مريضة فارا فور just ask the patient to push she will deliver okay فإذا بعتمد على الدايليتيشن إذا كانت فولي دايليتد بتشوف الستيشن إذا الستيشن أكثر من زيرو بتحط instrument forceps باكيوم أو بتولي أو you ask the patient to push active pushing بس إذا كانت هاي الهيد minus 3 أو minus 2 لا تزال حتى لو فولي أما إذا كانت المريضة مش فولي دايليتد سيرفيس go for so just for dilation if full dilation
الباليات اللي مثلاً بيجوا فرتي حتى الأربعين بيتم بيكونوا مثلاً 24 أو 26 أسبوع هدول بيكونوا at higher risk of for the prolapse. Malpresentation شو معنى malpresentation breach مثلاً وخاصة which type of breach بيجي في for the prolapse أكثر. شو يعني breach؟ مش قاعدي مقعد مش قاعدي قاعدي نفس قاعدي إذا مقعدي أوكي فالبريتش فيه أنواع لأن بتطلق بريتش بمعنى البيت نازل بريتش أو complete breach أو cracked breach complete breach بمعنى البيت عامل إيش flexion للهيبس وللنيز عامل flexion للهيبس وللنيز أما ال crack يكون عامل فليكشن للهبس بس ايش فليكشن للهبس فمين اكثر واحد بيعمل فور ذا كولابس فوتلينج لانه يكون في كومبليت في الفراك بتكون الفوتوكس ماك بزيها زي الهيد بتغطي لكن في الفوتلينج لا تصير الفوتوكس فوتلينج بريتش بكون اكثر يا دي جي بكون اكثر ايش بكون اكثر يكون فيها ايش unstable presentation والunstable presentation بيجي مع البوليهيدرامينيا ديزوردر والmultiple pregnancy يعني تريبليت أو توين هذول بيكونوا at risk for إيش؟ small baby لا small baby ما يبغى خبر لا لا small baby أو أي child baby لا مش small baby لا بس polyhydramnios polyhydramnios, malpresentation, footling breach or transfers هدول بيعملوا ايش؟ هدول بيخلوهم at risk for the prolapse هاي لخصت لكم الاشياء تاعت ال for the prolapse والاشياء knee-just position او ال filling the bladder او elevation the head or presenting part راح اعطيك السلايدات بس بعد هذا لا ما عشان بس بعد هذا هاي واحدة من الكيسات اللي حكيت عنها المرة الماضية اظن التسجيل عندكم لا دكتور احنا موكل في مستشفى الكرك ارتاح شوي خلاص الله يبعد ولا عن الدكتور رجاء ولا واحد هون لا توقف ليش خلصتوا يزن لا ما خلصتوا لا سجل واحد جديد انت وقفته انت اللي وقفته هو 14 ما يسمع